السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة، عاملين ايه؟ معكم الطالب حاتم علي من صيدلة القاهرة. النهاردة طبعا انا راح اتكلم نيابة عن الجروب اللي معايا، وراح اعطيكم تفصيل بسيط البوستر اللي احنا عملناه والريسيرش اللي احنا عملناه عن النبتة اللي هي السايدونيا فولجاريس او السفرجل. راح ابدأ طبعا بنبدأ بسيطة عن كل باراجراف احنا كاتبينه بغض النظر عن التفاصيل. طبعا زي ما ذكرت لكم في البداية دكاترة، ان احنا راح نتكلم على نبتة السايدونيا فولجاريس. بس قبل ما ابدا اتكلم عن التفاصيل او عن المعلومات اللي هنا موجودة معايا، راح اعطيكم انترودكشن بسيط عن النبتة هذه، تمام؟ انا عندي السايدونيا فولجاريس، المادة الفعالة تبعها انا راح استخلصها من الكوينز ليفز. الكوينز ليف هذا اللي هو موجود في العائلة اللي هي الروزاسية، تمام؟ طبعا هذه انا استخدمها ايش؟ لها استخدامات عده، سواء فينا كهيومن او في الانيمال. انا استخدمها تو تريت سيفرال اشياء عديده، منها الكانسر او الالسر او الريسبيراتوري او اليورينري انفكشن. طبعا تكمله لموضوع الانترودكشن، في معلومه تقول هنا انه الكوين عنده ريتش يوسفول من السكندري ميتابولاي، واعطاني اكثر من مثال، منها الفينوليك ومنها الفلافونويد ومنها التربينويد والتنين والشوجر اند الجلايكوسايد. برضو عندي السيد تبع الفولجاريس او السفرجل، راح يكون تريتمنت لاكثر من حاجه، منها الدايريه والكف والى اخره. دكاترة، بعد ما تكلمنا على الانترودكشن، حاليا نبي نتكلم على الجاز كروماتوغرافي او الجهاز اللي انا راح اقيس فيه نسبة الاويل، تمام؟ في البداية عندي اللي هو الاجلنت جاز كروماتوغرافي اكويبمنت، احنا هذا راح نستخدمه في الاناليزز، تمام؟ اناليزز لمين؟ للاويل تبعي او للسايدونيا فولجاريس. طبعا انا لازم اضبط عندي كم نقطه في الجهاز، لازم تكون وفق معايير مطلوبه. عندي اول حاجه درجه الحراره، ثاني حاجه اللي هو حيكون معايا كارير هوليوم، وكمان عندي اللي هو الانو واكس، هذا اللي هو الكولوم تبعي. طبعا انا عندي هنا راح اتكلم على تو بيريد، هذه البيريد احنا طلعناها من الجاز كروماتوغرافي الجهاز اللي انا راح اقيس فيه الاسينشال اويل اللي راح اسوي لهم اناليزز. عندي هنا نوعين من البيريد، عندي اللي هو الفلاورنج بيريد وعندي اللي هو الفروتنج بيريد. راح اتكلم في البدايه عن الفلاورنج بيريد وعن النسب اللي موجوده فيه. في الفلاورنج بيريد انا عندي حوالي 47 كومبوننت في المره الواحده. اعلى نسبه كانت للبنزل دهايد، كانت اللي هي 12.8 تقريبا. النسبه اللي بعدها راح تكون اللي هي 7.2 للهيكسا ديكانويك اسيد. بعده في الترتيب راح يكون 5.7 اللينالول. اخر نسبه حتكون اللي هي 5.1 بيتا لون 1، تمام؟ نيجي للبيريود الثاني. البيريود الثاني كان يتكون من حوالي 40 كومبوننت اللي هو الفروتنج بيريود. عندي فيه نوعين او تو ريزلت احنا طلعناهم، اللي هم اعلى نسبه عندي اللي هي 8.6 الجريماكرين دي، ثاني نسبة اللي هي للبنزالدهايد 4.9. طبعا لو نلاحظ هنا البنزالدهايد قلت نسبته في الفروتينج عن الفلورينج. طبعا حاليا دكاترة احنا راح نتكلم على الفارماكولوجيكال اكتيفيتي، عندي حوالي 5 نقاط انا راح اتكلم عنها بشكل مختصر وبسيط. اول بوينت عندي اللي هو الانتي دايريل اكتيفيتي. الانتي دايريل اكتيفيتي هذا احنا راح نستخلصه من فين؟ من السيد زي ما ذكرنا في الانترودكشن. في البدايه احنا راح نستخلصهم من الات لور كونسنتريشن، عشان ايش؟ عشان هي موجود عندها اللي هو المايلد بروكاينيتك اكشن. هذه المايلد بروكاينيتك اكشن راح تكون بروموتد لمين؟ للمكسرال ريلاكسيشن. عندنا البوينت الثاني اللي هو الريسبيراتوري اند الجي اي تي ديسوردر. في البدايه راح اتكلم عن الريسبيراتوري وعن امراض الريسبيراتوري، مثلا زي مين؟ زي هنا ذكر لي الازمه او الكف اند البرونكايتس. انا طبعا هذه في وجود الكالسيوم انتاجونيزم كومبوننت ممكن راح تسوي لي اللي هو البرونكو دايليتور، تمام؟ ثاني نقطة عندي اللي هو الجي اي تي ديس اوردر. الجي اي تي ديس اوردر بوجود اللي هو الكوينز فروت زي ما ذكرنا في الانترودكشن، راح يكون عندي اللي هو البكتين. البكتين هذا في وجود البكتين
راح تعالج لي مثلا زي القولون، راح تسوي لي حماية للقولون من الدمج. حاليا راح استكمل حديثي عن النقطة الثالثة. احنا في البداية تكلمنا عن الفارماكولوجيكال اكتيفيتي اللي هي الانتي دايريال اكتيفيتي والريسبيروتري اند الجي اي تي ديسوردر. النقطة الثالثة عندي اللي هي الانتي اوكسيدنت اند الانتي هيموليتيك اكتيفيتي. بنتكلم في البداية على الانتي اوكسيدنت بنبذة بسيطة، انه راح يصير لي اوكسيديشن لبعض المواد الموجودة او بعض السبستنس الموجودة في البيولوجيكال ميمبرين ديو تو الفري راديكال اند وذ ديفرنت باثولوجيكال كونديشن. راح تسبب لي حالتين، اللي هي الحاله الاولى اللي هي الايجنج او الكانسر. بعدين راح نتكلم على الانتي هيموليتيك اكتيفيتي. الانتي هيموليتيك اكتيفيتي هذا راح يصير لي فيه بروتكتيف للريد بلاد سيلز من الراديشن دامج. وثاني نقطه برضه في الانتي هيموليتيك اكتيفيتي انه راح ممكن تحفز لي المناعه بسبب وجود او لانها راح تزيد لي اللي هو الليمفوسايت والوايت بلاد سيلز. نخش في النقطه اللي بعدها اللي هي الكارديو بروتكتيف اند الهايبوليبيديميك اكتيفيتي. في بعض الدراسات هنا ذكرت لي انه راح يكون عندي الكومباوند اللي هو الفينولكس، خصوصا الماده اللي اسمها 5 او كافيل كوينيك اسيد. هذه راح تلعب، راح يكون عندها ميجور يوز في الكارديو بروتكتيف بوتنشال، وانها راح تسوي لي اللي هو الكابتشر رياكتيف اوكسجين. تمام. طبعا هي راح تلعب دور مهم في الكاردياك فاسكولار ديزيز. اخر نقطه عندنا دكاتره اللي هي كانت الانتي بكتيريال اند الانتي فانجل اكتيفيتي. في النقطه هذه انا راح اتكلم على الانتي بكتيريا في البدايه بشكل مختصر. ذكر لي انه عندي كوينز فروت اند سيد، ذكر لي فيهم ثلاث انواع من الاستراكت اللي هم الايثانول اند الاسيتون اند الووتر. بعد ما ذكر لي هذه ذكر لي انه انا لازم استخدمهم في دراسه الانتي ميكروبيال، واعطاني اكثر من نوع من الانتي ميكروبيال، لكن من اهمها اللي انا راح اذكرها اللي هي الاشيريشيا كولاي. في النوع الثاني اللي هو الانتي فانجل اكتيفيتي، تكلم لي عن الاكستراكت اللي هو تبع الايثانوليك اند الاسيتونيك، انه راح يسوي له انه راح يستخدمهم في انه يصير لي اكسهبيتد للفنجل اللي موجوده. بعد ما تكلمنا على جميع انواع الفارماكولوجيكال اكتيفيتي، هنا ذكرنا لكم بعض الريفرنس اللي احنا اقتبسنا منهم جميع معلومات البوستر. ختاما احب اشكر الدكتور عبير اللي ساعدتنا في موضوع البوستر وزملاء الطلاب، وشكرا. طيب يا دكاتره، بعد ما تكلمنا على بوستر الصيدونيا فولجاريس، حاليا بنتكلم على الكوفيد 19 بشكل مختصر. الكوفيد 19 هذا عباره عن فيروس متحول من الكورونا، عنده سبيسيفيك نيم خاص فيه. سبيسيفيك نيم هذا اللي هو السارس كوف 2. تمام. اول ظهور له كان في عام 2019 بالتحديد في منطقه ووهان في الصين. في أسئلة احنا نسألها نفسنا او في ناس كثير يسألوها نفسهم، فانا هحاول اجاوبكم اياها بقدر المستطاع. اول سؤال عندنا اللي هو how covid spread، كيف ينتشر الكوفيد؟ ينتشر عن طريق، ممكن عن طريق التنفس او عن طريق الكونتاكت او الاماكن اللي فيها زحمة كثير، او ممكن انا استخدمت شيء ملوث او استخدمت حاجة تبع مريض، او من يعني من هذا القبيل. ثاني نقطة عندي اللي هو السيمتومز اللي هي الأعراض، ممكن تكون فيفر، السخونية، أو ضيق في التنفس، أو الكحة بدون بلغم، يعني من هذه الأعراض. ثالث نقطة اللي هو how to protect yourself. أول حاجة في إجراءات احترازية احنا لازم نلتزم فيها، وتقريبا يعني الأغلبية عارفها، اللي هي مثلا الكمامة، التعقيم بالكحول، الابتعاد عن الأماكن اللي فيها زحمة كثير، النظافة، لازم أكون في مسافة آمنة بيني وبين اللي قدامي، من هذا القبيل. طيب في نقطة برضه مهمة، الأعراض دائما ما تظهر لي في أول أسبوع، تقريبا تظهر لي بعد حوالي 14 يوم. فمن الممكن أنا أكون مخالط لشخص فيه كورونا، أو أنا أكون نفسي أني حامل للفيروس بس ممكن ما تظهر فيني الأعراض. ففي هذه الحالة احنا لازم نلتزم بالكمامة وبالمعقم او الكحول، وعافانا الله واياكم.